الحقيقة الإنسان يجب يا شباب ليكن من همكم قراءة القرآن يوميا ولو صفحة، قراءة القرآن بتعمق وبتدبر وبتفهم التفسير. الحقيقة القرآن يريك صورة من الآن إلى يوم القيامة شنو يصير في الأرض، شنو ما يصير. القرآن يريك كل شيء، لأن الحياة مكررات. الآن نحن جيل، قبلنا جيل أبانا، إحنا مكررات ونفس الجيل. وكذلك المزارع والمصانع والمتاجر والبحار والليل والنهار كلها مكررات، وكذلك قصص الحياة مكررات. القرآن عبرة هائلة لمن أراد الاعتبار. مو بس إنسان يسمع قرآن شيء زين وهذا هو، لا، اقرأ وانظر التفسير مال القرآن، القصص السابقة شنو، نفس الشيء في المستقبل أكو. فأنت في قافلة الأخيار أو أنت في قافلة الأشرار والعياذ بالله.